طموحات كبيرة وعزيمة قوية، حسم فريق يد سيدات الزمالك التأهل للمرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري بعد نهاية مباريات الدور الأول، لتضمن فتيات الذهب التواجد بين الأربعة الكبار للموسم الثاني على التوالي، رغم حداثة العهد وصغر سن معظم اللاعبات. ظهر الفريق بقيادة المدير الفني المخضرم أمجد عويس بمستوى مميز طوال المرحلة الأولى، وكان ندا قويا لجميع المنافسين وحقق نتائج جيدة رغم الظروف التي مر بها طوال الفترة الماضية من غياب عدد كبير من اللاعبات للإصابة، ويسير فريق سيدات يد الزمالك بخطوة ثابتة للمنافسة على اللقب بالتواجد بين الكبار في المرحلة النهائية بعدما كان قريبا من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي لولا غياب التوفيق في المرحلة الأخيرة، وحقق المركز الثاني على حساب أندية قوية. تقام المرحلة النهائية من دوري عموم السيدات لكرة اليد بنظام دورتين مجمعتين في فبراير ومارس المقبلين بين الأندية الأربعة المتأهلة من المرحلة الأولى للمنافسة على اللقب للموسم الحالي 2023-2024، ومنح الجهاز الفني راحة من التدريبات للاعبات بعد نهاية الدور الأول، وحسم التأهل للمرحلة النهائية التي تحتاج إلى عزيمة وتركيز كبير. مواجهة قوية وحاسمة وطموحات وأحلام كبيرة تنتظر فتيات يد الزمالك في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري للمنافسة على اللقب والسير على درب كتيبة كوماندوز يد الزمالك ملوك كرة اليد المصرية والإفريقية.